للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف رضا صقر رئيس حزب الاتحاد. أستاذ رضا، بعد التحية، الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وأبدا ما يولي اهتماما كبيرا بالعمل لصالح المواطن، إلى أي مدى تسهم قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير حياة كريمة لكافة المواطنين في كل ربوع الوطن، وما شهدناه بالأمس من افتتاحات سيادتي لبعض المشروعات في محافظة بني سويف، مستشفيات وجامعات وشركات ومصانع، كيف تؤدي كل هذه الرفعة لهذا الوطن إلى تقدمه وارتفاعه؟ اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. خليني اقول لك انه حوار السيد الرئيس امبارح حمل اكثر من معنى. خليني نتكلم في الشق الاول الانساني. كان في شق انساني مهم جدا، والرئيس بيتكلم بود وبانسانيه مع المواطن المصري والشعب المصري، وبيأكد على انه حاسس بيه وحاسس بالتضخم وارتفاع الاسعار، وقال له انا منك وانا كنت زيك لفتره بسيطه. فده كانت رسالة مهمة جدا، انه الرئيس مش بيقول كلام بس من برج عاجي، لا ده هو كان فعلا لفترة بسيطة إلى أن تولى رئاسة الدولة المصرية. فكان بيطمن المواطن المصري انه شايف ده كويس جدا ولمسه وحسه، وقد إيه الدولة وضح له قد إيه الدولة بتبذل جهد غير طبيعي علشان تخفف على المواطن المصري من خلال حزمة إجراءات ومشروعات وقرارات ومبادرات وحياة كريمة وإلى آخره. كل هذه الأمور هي بتؤكد بذل الدولة المصرية أقصى جهد، وده السيد الرئيس أكده امبارح إنه الدولة عاملة جهد غير طبيعي عشان ترتقي بحياة المواطن وعشان تخفف عليه الأعباء وارتفاع الأسعار اللي سببه مش إحنا، اللي سببه خارجي، أزمات عالمية وحرب الأوكرانية وكوفيد وإلى آخره. كل هذه الأمور أدت إلى أزمات غير طبيعية داخل الدولة المصرية وأزمات للعالم كله. السيد الرئيس بعد ما اتكلم في الشق الإنساني وقال للمواطن المصري أنا حاسس بيك، أصدر عدة قرارات هامة جدا، وهذه القرارات للدولة المصرية وللمواطن المصري. خلينا نخص الأول أبناء الصعيد. لازم نقول إن السيد الرئيس في عهده منذ عقود طويلة كان في تهميش للصعيد، من أهل الصعيد من فقر وعدم توافر أساسيات الحياة قبل أن تتوجه بوصلة التنمية بفضل القيادة المصرية لتعم بكل محافظات مصر وعلى رأسها الصعيد، اللي حدثت فيه نقلة كبيرة ونوعية بفضل المشروعات والمبادرات التي تمت وخاصة حياة كريمة. خليني أقول لك أيضا أنه طالما طلبنا بخطط كثيرة، كنا دايما نقول خطط تنمية وتطوير للصعيد، فعلا تم هذا في عهد السيد الرئيس بالخطط ومشاريع التنميه في كل قرى من صعيد مصر. استهدفت الدوله المصريه انها توفر لهم حياه كريمه لكل اهل الصعيد والنهوض بمستوى المعيشه من خلال كم المشروعات اللي اطلقتها الدوله بشكل غير مسبوق. ايضا البنيه التحتيه لم يقتصر هذا على الامر على هذه المجالات، بل انه الصعيد حصلت فيه طفره في البنيه التحتيه، وتوسعت الدوله في مشروعاتها عشان تحسن جوده الحياه بصعيد مصر وتسهل الحياه على اهالينا. ولذلك الدوله انشات العديد من الجامعات الحكوميه. طب ده هياخدنا استاذ رضا لهذه النقطه بالتحديد. بالامس كان افتتاح لجامعه بنو سويف الاهليه، وايضا مستشفى اهناسيا العام، وايضا مصنع المصانع التكميليه، الكثير من المشروعات العملاقه والكبيره التي تساهم في وضع وفي تحسن حياه المواطن، وهذا الأمر نراه بصورة حقيقية على أرض الواقع، سواء بقى في مشروعات وفي مبادرات كإبدأ و100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي وغيره من المبادرات والمشروعات. ويمكن حضرتك كنا تشرفنا بلقائك في الحوار الوطني وتناقشنا حول هذه الموضوعات التي تهم الشارع المصري وتهم الأسرة المصرية. كيف يمكن نقل هذه المشروعات والانتقال بالمواطن إلى مرحلة من مراحل التقدم في الفكر والثقافة والإدارة والحرص والخوف على الدولة المصرية؟ بص، طبعا خلينا نكون صادقين انه ده انت عندك بيبقى فيه نقلة نوعية سريعة يشعر بها المواطن فورا، وفي نقلة بتاخد وقت خاصة في المشاريع التنموية اللي بتستغرق بعض الوقت. فالمواطن بيشعر بجزء حاليا وجزء مستقبليا. اذا كنا بنتكلم على المشروعات زي ما حضرتك تفضلت وقلت، زي مشروعات الجامعات الحكومية والأهلية، دي خففت عن ولادنا وطلابنا ووفرت عليهم مشقة الانتقال للعاصمة أو الدلتا.
كمان القطاع الاقتصادي اللي الدوله اشتغلت عليه في محور الصعيد ده كان من اهم المحاور اهتمام الدوله المصريه بيه. انشات العديد من المصانع ووفرت فرص عمل كثيره لشباب الصعيد. يبقى اذا الجامعات والمصانع عملوا طفره المواطن يشعر بيها بسرعه. طالب النهارده كان بيلاقي مشقه كبيره جدا، وهكذا فرص العمل والاستثمار داخل الصعيد. الدوله انشات ده واشتغلت على ده فعلا، بالاضافه الى مشروعات البنيه التحتيه. انت ما تقدرش تعمل ده وانت ما عندكش بنيه تحتيه، بنيه تحتيه من صرف صحي وادخال الغاز، فضلا عن اقامه المجتمعات السكنيه اللائقه بالمواطن المصري. كان ليها الفضل في القضاء على عشوائيات وتحقيق العداله الاجتماعيه. كل هذه الحزمه من المجالات سواء الاجتماعيه او الصحيه او البنيه التحتيه او الجامعات، كلها في النهايه بتؤثر وبتبين كمان ما قامت به الدوله من انجازات لصالح المواطن المصري. ضيف عليهم كمان المبادرات والدور الكبير اللي قام بيه التحالف الوطني للعمل الاهلي. نعم. طيب خلينا نروح لمحور ثاني. فريد في رعايه الاسر والاكثر احتياجا. نعم. والعمل كزراع تنموي للحكومه يسهم في تحقيق التنميه المستدامه للدوله المصريه. ده مهم جدا انك ما تقومش تعمل مشروع او تعمل خدمات للناس وتنقطع. لا، ده تنميه حقيقيه وتنميه مستدامه، بل بالعكس وفيها ارتقاء بيها. وده اكد دوت قرارات السيد الرئيس امبارح. السيد الرئيس النهارده هو بيدي زياده الحد الادنى للاجور ويرفع الاعفاء الضريبي. ده مهم جدا. احنا طيب ده هياخدنا لمحور اخر استاذ رضا، وهو محور متعلق بالحفاظ على جوده الحياه والبناء على ما تقدم من المجهودات التي قامت بها الدوله المصريه وما قام به ايضا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي من انشاء بنيه حقيقيه على كافه الاصعده، سواء في المشروعات التنمويه او في المشروعات الخدميه، في التعليم، في الصحه، على كل المحاور. كيف يمكن البناء على ما تقدم والحفاظ على ما وصلنا إليه من منجزات في الوقت الراهن أستاذ رضا؟ بص، احنا عشان نحافظ على اللي احنا عملناه ومنجزاتنا ده عايز حاجات كتير قوي. نمرة واحد، لازم المواطن المصري يعي موقف الدولة المصرية الحقيقي من كل شيء، من كل القضايا. يعني الرئيس اتكلم بصراحة عن مثلا التضخم وارتفاع الأسعار، وكان بيتكلم بصراحة جدا وبيكلم المواطن المصري البسيط، بيقول له ايه سبب ارتفاع الاسعار، وبيقول له انا ما بديتش حاجة من جيبي، انا لو عليا وعندي امكانيات همنع ليه. فكان الحديث ده كان بيرد على الجزء ده، انه الدولة المصرية بتبذل قصارى جهدها في انها تخفف العبء. طيب اذا خففت ووصلت للمرحلة دي في ظل التحديات وفي ظل التضخم اللي موجود على مستوى العالم، المواطن المصري مطلوب منه ايه؟ حقيقة هو المواطن المصري بيدفع الثمن بشكل مباشر، مطلوب منه انه يتحمل. لازم يتحمل. اثنين، يحافظ على الدولة المصرية، ما يسمعش للأقاويل اللي بتتردد في القنوات والكتائب الموجهة والممولة، لأن ديت ليها هدف أساسي وهو هدم الدولة المصرية. فلازم المواطن المصري يعرف أن الدولة المصرية يحافظ عليها، لأن هي الدولة الوحيدة القائمة في المنطقة بجيشها، بمواطنيها، بشعبها القوي الأصيل اللي خرج في 30 يونيو. كل هذه المكتسبات المواطن المصري يعي كويس هذه المكتسبات، ويجب أن يحافظ عليها إلى أقصى درجة في ظل هذه التحديات. وخد بالك أنه دايما المواطن المصري بيبان معدنه وقوته في المواقف الكبيرة. 30 يونيو. نعم. المواطن المصري بين هو مين ولفظ إيه واستقرت الدولة وتماسكت الدولة بقوة المواطن المصري. وسنكمل أيضا، والدولة ستستكمل ما بدأته من إنجازات ومن مشروعات للبناء على ما تقدم والحفاظ على هوية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم الأستاذ رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد. شكرا جزيلا لك.